نعم يا رب، أوقات بخاف من القوي لأنه اللي بده إياه بده إياه، ولأنه ما بقدر إلا ما أقله مثل ما بدك. بس كتير أوقات ما بيكون بدي مثل ما بده، بخاف من القوي لأنه بيصيرني مثل ما بده، يا بيصيرني سائر يا بيصيرني مستبد باسمه. هو بيستبد فيي وأنا بستبد بإخوتي. أنت قوي وبتطلب مني الطاعة، بس إذا رجعت لجوات جوات ذاتي بلاقي إنه اللي بدك إياه إلي بدي إياه لذاتي، وطاعتي بالنهاية تأعمل إرادتي، لأنه إرادتي بدي إياك وبدي إياك أنت، وطاعتي لأنه بعرف إنه أنت وحدك بتعرف كيف قادر أوصل لعندك، لأنه ما حدا غيرك طريقي إلك. شو فتشت ولا مرة الطريق كانت الهدف، على طول كانت الطريق مشوار صوب الهدف. وحدك أنت الطريق والهدف، أنت مشواري صوبك وأنت محطة أحلامي. إلك المجد. آمين.